بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة زراعة في مصر وأسعار الخضار. النهاردة هنعرض أسعار الخيار من مكان زراعته، يعني من أرضه وعلى أرضه بيطلع بكام، ومع الحاج محمود هيقول لنا على أسعار الخيار. كلمنا حاج محمود شوية عن الخيار، وبتنقيه كل كام يوم؟ هو بيتنقى كل 3 أيام. كل 3 أيام تنقي الخيار. طبعا بتنقوا الكبيره لوحديها والصغيره لوحديها، ولا كله عشوائي في بعضيه؟ لا لازم يكون له سعر، لان الصغيره اللي زي كده لها سعر، الكبيره لها سعر. يعني كل حجم في الخيار لازم له سعر وله سعر. طبعا كل ما الحجم كبر سعره ايه؟ قل، سعره بيقل. زي الكوسه وال طيب انا شايف انتوا نقيتوها قريب ولا ايه يا حاج محمود؟ لا فين الانتاج؟ طيب هذا زي كده. طب كام يا حاج محمود اخر مره بحت؟ امتى؟ امبارح. اتباع على كام؟ انا سامع ان سعره مرتفع طبعا في سوق مرتفع بالنسبه للسوق، انما في الزرع ما مرتفعش. يعني انت عشان تنقف في الزرع وتبيع جمله بتروح سعر الكيلو من 2.5 اخر. 2.5 اخر. طبعا انت اعتبر ان التاجر هو ايه المستفيد من هو المستفيد، لان انت ما بتستفدش بالكيلو، لان هو بيروح بيبيع بخمسه وبسته. اكيد عندك فكره انت عن سعر البصل يا حاج محمود. البصل ارتفع، يعني ارتفع هنا قريب بس 2.5 يعني. ده في التجزئه. ده التجزئه في الجمله يا حاج محمود. اصل البصل في الجمله من 100 من جنيه ونص ل 2 جنيه في سوق الجمله. طب ورينا يا حاج محمود كده الخيار كده. انا شايف فيها يا حاج محمود الخيار يعني حجمها كبير. دي اللي بتتنسي ده. دي من 75 جنيه. دي يعني لو احجام كتيره زي كده من 75 جنيه. ده معاه كم شهر الخيار ده وتقلع يا حاج محمود؟ يعني بتاع 40 يوم تاني. انا شايف فيه شويه المفروض تجمعوهم يا حاج محمود عشان ما ما بكره ان شاء الله يتنقل، عشان ما يكبروش. يعني انا شايف بص في هنا طبعا دي معقوله شويه، دي وسط ده هيتجمع بكره.